وزارة العدل تدير أموال أكثر من 16,000 يتيم وقاصر، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد عن 68 مليون ريال عماني حتى يوليو الفائت. مؤشر تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية التابع لوزارة القوى العاملة يشير إلى أن نحو 1000 عامل وافد تم ترحيلهم الأسبوع الفائت. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يشير إلى أن نسبة الارتفاع في إجمالي إنتاج النفط بنهاية يوليو الفائت بلغت 13% مقارنة بذات الفترة من العام الفائت. جامعة السلطان قابوس تقول إن 2900 من الطلبة الجدد ينهون اختبارات تحديد المستوى، مضيفة أن الدراسة تبدأ الأحد المقبل. القارب سلطنة عمان يتألق في إيطاليا ويحرز لقب كأس روما في سلسلة جي سي 32 الشراعية بعد منافسة شديدة مع القارب السويسري.